أهلا بكم. اليوم مشاهدينا نستكمل ما كنا قد بدأناه في حلقة أمس، والحديث حول الخيانة الزوجية. بالأمس فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة تحدث عن أو استفاض في الحديث حتى عن الأسباب التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية أو وقوع أحد الزوجين في هذا الأمر، وأيضا عدد من المسائل الشرعية المتعلقة بالأحكام في هذه الحالة. ولكن في حلقة هذا المساء إن شاء الله نتحدث حول كيف نمنع أنفسنا من الوقوع في هذه المعصية، وماذا إن اكتشف أحد هذا الأمر في شريك حياته، ماذا عليه أن يفعل؟ سؤال الحلقة لحضراتكم على الفيسبوك وعلى تويتر، وأيضا نتلقى في الاس ام اس كذلك، ونتلقى الاتصالات الهاتفية عليه. هل تؤيد العفو عند اكتشاف الخيانة الزوجية؟ هذا هو السؤال الذي نحن في انتظار إجابات حضراتكم عليه. أبدأ أولا بتحية وبترحيب بفضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بكم فضلت الإمام. بالأمس بعدما تحدثنا عن الأسباب، اليوم نتحدث ربما عن العلاج وكيفية المواجهة. يعني سؤالنا، يعني هل حضرتك بتفضل من يكتشف أن شريك حياته قد خانه ووقع في الخيانة الزوجية بالمفهوم الذي ذكرته فضلتك بالأمس، هو الوقوع في الزنا والعياذ بالله، في هذه الحالة هل يقدم على إنهاء الحياة الزوجية أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا فهمت من السؤال شقين. الشق الأول هو كيف نتقي الوقوع في الخيانة الزوجية، والشق الثاني هو ماذا نفعل لو اكتشف أحدهما خيانة الآخر. ففي الشق الأول في حزمة من المعاني يجب علينا أن نلتفت إليها، وأنا بقربي من الأسرة المصرية أرى أن هذه المعاني في خطر، وأنها كانت موجودة عبر السنين، وأن فقدها يسبب كثيرا من شيوع هذه الظاهرة السيئة السلبية المقيتة، وهي الخيانة الزوجية من أحد الزوجين. هذه المجموعة تتمثل، خلينا نقول، أولا في الحب، والحب بدأ يفقد بين الناس، وبدأت العلاقات تبنى على المصالح وعلى الآمال والرغبات والشهوات وليس على الحب، وهذا يصيب العلاقة في مقتل، ويكون أحد أسباب الدوافع إلى هذه الرذيلة أو الوقوع فيها. كيف نولد الحب؟ والحب عطاء، فلا بد أن كل شخص من الزوجين يتدرب، لأنه يحتاج إلى ضربة على العطاء. القضية الثانية هي قضية الانتماء. عندما يكون الرجل منتميا إلى الأسرة، المرأة لا تخون. إذا خانت تكون مريضة، أو تكون هي وقع في مشكلة كبيرة نفسية أو عقلية أو شيء من هذا القبيل. الانتماء، إذا شعر الرجل بأن المرأة منتمية جدا للأسرة فإنه لا يخون. فقد الانتماء عند كل من الطرفين قد يدفعه أو يدفع شريك حياته للخيانة. الانتماء ده معناها أن أنا بحب الأسرة، أني برضو يعني الحب ده اللي أنا بتكلم عليه في العنصر الأول هو دافع للانتماء، دافع ونتيجة للانتماء. فإذا أنا أحببت زوجتي، حصل في انتماء وحصل في عطاء، يعني وحصل فيه ارتباط وهكذا. فقضية الانتماء دي بدأنا نفقدها، وبدأ الإنسان عندما لا يشعر بالانتماء، وعلى فكرة الانتماء ده قد يكون للأسرة، قد يكون للعائلة الكبيرة، الأب والأم والإخوات والكذا، وقد يكون للعائلة الأكبر، أولاد عمي أولاد خالتي أولاد كذا إلى آخره، وقد يكون للوطن. وكل الانتماء، ونحن في عصر كما نلاحظ على الفيسبوك والتويتر والمواقع وكده، كأنه يقدح في الانتماء، شعر أو لم يشعر، أراد أو لم يرد، في مشكلة في الانتماء.
ولذلك نجد مثلا، وأنا ما كنتش أريد أن احنا نذكر هذه السيرة العكرة، نجد رجل كبير في السن يجلس في الدوحة ليس عنده انتماء للوطن، ولذلك يرى الأمور بنظرة أخرى. ما هذا؟ الناس بتستغرب وتسأل، هو الرجل اتجنن ولا إيه، ولا الرجل كذا إلى آخره. هو في الحقيقة ما عندوش انتماء، ما عندوش انتماء من الأول. نعم. من 50 سنة وهو ما عندوش انتماء. فأي شخص ما عندوش انتماء، وهنا في حالتنا للأسرة، هيخون، هيقع في الخيانة. والأسرة لما تشعر إن ركنها سواء كانت المرأة أو الرجل ما عندهمش انتماء، هتتفكك وهيحدث صراع، وهيحدث بقى ما اللي هو بقى المصيبة بقى اللي بتؤدي إلى الخيانة، توهان، ضياع، واحد حاسس بأنه ضايع لأنه مش منتم. ولذلك الخائن لأوطانه ده حاسس بالضياع على فكرة، ومش منتمي، وهيفضل كده حاسس بالضياع. القضية الثالثة هي الثقة. الثقة، والثقة على نوعين، ثقة بالنفس وثقة بالغير، ودي متولدة في الحقيقة في الثقة فيما عند الله، فيما بيد الله سبحانه وتعالى. ثقتي في الله بتخليني واثق في نفسي، ولذلك أنا ما بعش نفسي كده سهل. الخيانة الزوجية دي ده كأني بعت نفسي سهلا. الخيانة الزوجية دي وقوع في الفاحشة، فكأني أنا يعني بعت أحكام ربي وتوجيهات ربي سبحانه وتعالى. الخيانة الزوجية بتتأتى أيضا لما أعود أشك في زوجتي وأحط عليها علامة استفهام وكذا. فعدم الثقة بالآخر وعدم الثقة بالنفس، وساعات بيعبروا عنها بأسلوب تاني ولكن هو الاحترام. تقول إيه العلاقة بين الاحترام وبين الثقة؟ يكاد يكون الثقة والاحترام وجهان لعملة واحدة. أنت بتحترم نفسك وبتحترم الآخر ولا لا؟ دي من الأخلاق الإنسانية العامة المقبولة قبولا عاما. لو فقدنا الحب وفقدنا الانتماء وفقدنا الاحترام الذي هو الثقة بالنفس والثقة بالغير، فنحن في طريق ممكن مش دايما ممكن نؤدي بذلك إلى الضياع، إلى الشعور بالغربة، الشعور بالوحدة. ومن هنا بقى الست لو كلمها واحد، ولا الرجل لو كلمته واحدة وألانت له الحديث، قوم يروح معه. هنا مولانا، البعض يقول أن الزوجة ربما تؤدي كل ما عليها من واجبات تجاه هذا الزوج، ولكن هذا الزوج يبدو أن عنده مرض، فدائما ما يلهس وراء المحرمات ووراء هذه العلاقات المشبوهة، مع أنها تقوم بكل ما عليها، هي تحبه وتثق فيه وتقدره وتحترمه، ولكن هو لا يحب ولا يحترم ولا ينتمي، فماذا عساها أن تفعل؟ لأنه اللي احنا بنشترطه ده احنا بنشترطه في الطرفين أكيد، في يكون متبادل. طبعا لابد. أنا ما شفتش أبدا رجل وامرأة بيحبوا بعض وبيثقوا في بعض وبينتموا لبعض وبينتموا للأسرة وبيحترموا بعض وبعدين تقولي واحد فيهم خان، هيكون إزاي؟ ده كل ده وقاية له من الخيانة. ما فيش مقدمات. لو حصل خيانة هتبقى فيه حاجة اتكسرت من ده، من أحد الطرف، من اللي خان. ما هو التاني ممكن يكون طيب القلب، طيب العرق، طيب المنبت، وماشي على ما هو عليه. وعلى فكرة هو لا يرد الإساءة بالإساءة، فهو كده لأنه هو كده، هو عنده حب وعنده ثقة وعنده كذا. ولكن صاحبنا التاني حصل عنده مشكلة، حصلت عنده كسر، شرخ، هو اللي أدى بيه إلى هذا. ده فيما واجهناه من تجربة الحياة. وهذا الكلام، الحب والثقة والاحترام والانتماء، ده كلام مش إنشاء، ده كلام إحنا شفناه بعينينا عبر تجربة
30 40 50 سنة عشناهم وإحنا بنديها لشبابنا ولولادنا والكذا إلى آخره. العلاقة إذا بنيت على غير الحب هتبنى على غير الحب إزاي؟ في متجوزها أو هي متجوزاه علشان تسيطر عليه، علشان تستعمله، وبعدين اتضح انه مش ما ينفعش يستعمل وما ينفعش يسيطر عليه. هي متجوزاه علشان مصالح، علشان هيجيب لها الدنيا في حوصله عصفوره، ما 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 مش هينفع. في هنا بقى لو ظهر اللي اكثر منه ما دام الحكايه كده، وعلى فكره ما فيش يا اخي حاجه الا وفي اللي فوقها طبعا. واخونا الفنان المبدع محمد صبحي عنده حاجة اسمها ونيس، فونيس ده ليه صاحب اسمه ثروت. صحيح. فثروت ده هو ايه بقى؟ عنده من كل حاجة ثلاثة، عنده من كل حاجة ثلاثة. لكن في حلقة من الحلقات عايز محمد صبحي يوصل للناس مفهوم واقعي، انه زي ما وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل غني وذي غنى من هو اغنى منه. فجهل واحد قال له انت عندك كم حمام سباحة؟ قال له ثلاثة. قال له انا عندي سبعة. عندك كم عربية؟ ثلاثة. انا عندي سبعة. انت عندك كم أوضة للعيال علشان لعبة الاولاد يبقى فيها لعب الاولاد؟ صحيح. قال له ثلاثة. قال له انا عندي سبعة. صحيح. ده مش هنخلص، يبقى مش هنخلص الدنيا مش هنخلص فيها. ولذلك اذا ان امرأة او رجل تزوج امرأة لغرض اخر غير الحب، لغرض آخر غير الانتماء ده اللي هيتولد فيه الانتماء والثقة والاحترام، فإنه هيبقى طريق مظلم. طيب بعد الفاصل مولانا هسأل حضرتك، هل الخيانة هي معناها ضعف في النفس الإنساني، أن الرجل أو المرأة لا يستطيع أن يواجه شريك حياته ببعض المشكلات التي قد تتواجد في الطرف الآخر، وبالتالي يلجأ للطريق الأسهل وهو الخيانة والنظر خارج البيت؟ هفهم من حضرتك الحقيقة إجابة هذا السؤال وغيره من الأمور، ولكن أستأذنك في الخروج لفاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. بس مجرد ان يبص غير مراته وبره البيت، دي بالنسبه لي كده خيانه زوجيه. الزوجه له زيغه في حاجه واحده، هقول لك ليه، اللي هي مش مكفياه، لو اهملها يخونها. الزوج مثلا بيبقى داخل في نزوه معينه كده، انما مش في فكره ان هو يخون مراته خالص. مهما يكون الراجل بالذات، فاحنا عالم شرعيين، عادي بتبقى بالنسبه له ممكن يكون ايه غلطه او غلطه وتغتفر او كده. يعني من وجهه نظر الراجل يقول لك الست مثلا مشغوله بالولاد، مشغوله بالبيت، مشغوله بتاع. طب ما دي مسؤوليه الراجل والست مع بعض، مش مسؤوليه الزوجه لوحدها. طالما هو يعني في خيانه من طرفه او من طرفها، ما ينفعش يكون في تسامح. هي الست اغلبيه الاوقات هي اللي بتسامح الراجل، بس الراجل مش بتبقى صعبه قوي ان هو اللي بيسامح الست في حاجه زي كده. لو لقيت مراتي بتدخل لي هتلازم على القضية، يبقى انا راجل مؤاخذة بشجعها على انها تعمل كده. في المجتمع الشرقي صعب جدا، صعب جدا نسامح، ولا ده يتسامح ولا ده يتسامح، لان خلاص كسروا عهد الزوجية، لان الزوجية ده رباط مقدس، لما الرباط المقدس ده يتشرخ انسي. اهلا بحضراتكم مولانا. يعني واضح ان تقريبا معظم الاراء لا، ان ما تتسامحش، وان كده الخيانه ده معناها انفصال او انقطاع في عهد الزوجيه. واحنا عندنا ثلاث درجات. الدرجه الاولى هي درجه الغيره، وفي هذا احنا بننصح الازواج ان هم الغيره لا تتعدى حدود إظهار الحب، لأن الغيرة لو تعدت إظهار الحب تنقلب إلى ضدها، ويبقى كأني بفرط في شريك حياتي وبعمل له نوع من أنواع المشكلات المفتعلة. المستوى الثاني بعد الغيرة هو الشك، والشرع نهانا عن الشك.
ونهانا عن موارده، لدرجة ان سيدنا كان يقول لما تيجي من سفر انزل المسجد الاول، يعني لما تيجي من سفر اتصل بالتليفون، اوعى تروح تهجم على البيت كده، علشان اذا كانت عايزة تتزين، اذا كان البيت ما هوش متوضب توضبه، اذا كن هتعمل لك لؤ ما تعمل لك لؤ كده، يعني شوف الحب والود. لكن اللي في ذهن صاحبنا التاني، انا عايز اطب عليها علشان احسن تبقى زي افلام الابيض والاسود، واني لما رحت سافرت هي بتخني، ده حاجة خارجة عن الاخلاق. فكان واحد بيسمع سيدنا النبي عليه السلام وما هوش مبسوط، زي كتير من الناس دلوقتي، صحابي جليل، كتير من الناس تسمع التوجيهات النبوية ومش بيعرف حكمتها ايه. فصاحبنا سمع الكلمتين وسافر، وهو جه راح طابب على مراته لحسن يلاقي عندها، يعني نيته السودة انه لحسن يلاقي عندها حد. فلاقى عندها حد، عقوبة له انه هو شوف حتى صياغة الحديث، انه ده عقوبة له ربانية انه لم يطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معناه ايه؟ ما واحد يقول لي طب ما هو اللي طلع صح بقى، يا اخوانا لا، مش هو اللي طلع صح، دي عقوبة ربنا سبحانه وتعالى وقعوا فيها بترتيبات معينة. لكن لو ما كانش، كان هيفضل يثق في زوجته، وعلى فكرة لو ما عملش كده كانت هي ما خانتوش. طيب انت عارف ده في ايه؟ في ان هي ان هو محسسها انه مش واثق فيها، اللي انا بقول لك الثقة، فده دفعها الى الخيانة. يعني لما انا بتحس المرأة ان انا كويسها معاك ومع ذلك ده غير انا مش شاكك فيها، طب خانت الشك ده، انا بتصل بيكي بالتليفون وجاي بقول لك انا جاي كمان ساعة، واخد بالك ازاي؟ ده بيخليها تثق في نفسها كمان، وتثق فيها وتحترمني وتحترم نفسها وتحترم كذا. الحقيقة انا اخد لما قلت لك الحب والانتماء والثقة والاحترام، انا جايبها من الحديث ده، وجايبها من التجربة اللي شايفونها في حياتنا. فاحنا الواحد يعني مرحلة الغيرة، مرحلة الشك، بلاش الشك لانه نهانا عن الشك، وده هيتولد منه ايه؟ الثقة والاحترام. اكيد هيتولد منه ايه؟ وقاية، ده اللي بيفكر ما يعملش. طيب القضية التالتة بقى او المستوى التالت هو المعرفة. خلاص هي زبطته وهو زبط، وزبطته وزبطها دي، ده يعني معناته انه ربنا سبحانه وتعالى وهو كريم في لا يفضح عبيده، عبيده كلهم لا يفضح. نعم. ويصبر عليهم لأنه صبور سبحانه وتعالى، إنه ده ديدا لهذه المرأة أو لهذا الرجل. وحينئذ لينا كلام تاني بقى، في سؤالين في القضية دي. إذا استمر الزواج بعد معرفة الخيانة من أحد الطرفين فهو زواج صحيح باتفاق، واضح الكلام؟ لا ينقد فإن الخيانة لا تبطل الزواج. وبمعنى تاني، فإن الحرام لا يبطل الحلال. صحيح. الحرام ما يقدرش يهز الحلال. طيب استمراره معاها بقى عدم مروءة، هو اكتشف الخيانة دي وبقال لها خلاص معلش عفى الله عما سلف، ده ما ينفعش. طب استمر، هو سمع الشيخ في البتاع بيقول له ما تستمرش، فراح هو استمر، الزواج صحيح، ما طوعش هو ابن خويز من داد المالكي اللي بيقول فيجب عليه الطلاق والتفريق. طيب لما مولانا لو كانت الزوجة اللي علمت ان هي هو اللي تطلب الطلاق، وده من المروءة، من المروءة انها تطلب الطلاق. نعم. طيب دلوقتي يا مولانا ولكن فضل ولكن ما عملوش كده، وكل واحد منهم قال للتاني عفى الله عما سلف، الزواج صحيح. تمام. ليه؟ كلمة الزواج صحيح ده فقه.
ده أحكام شرعية ما نقدرش نلعب فيها. إنما ماذا يفعله؟ لا، ابن خويزم من داد المالكي نص على إنه لا، ما يطلقها أو تطلب الطلاق، ما تستمرش معاه. طيب استمروا وما طوعوش، النصيحة بتاع الفقهاء الزواج صحيح ومستمر. لكن مولانا هيبقى فيه هنا مشكلات، هيظل يشك في هذه الزوجة أو الزوجة تظل تشك في هذا الرجل، فيكاد يكون هنا التفريق هو للصالح. طبعا التفريق للصالح، لكن احنا بنقول حاجة تانية شرعا. التفريق للصالح لكنهم ما عملوش الصالح ده، التفريق للصالح لكن ليهم اعتبارات تانية. قالت لي وانا عندي مأوى، وهو عارف ان انا ما عنديش مأوى، انا هترمي كده مع قطط السكك. قال لي لا، ده في اولاد وانا مانيش فاضي، وخليها تقعد تربي اولادها. هم حرين. بمعنى ايه هم حرين؟ هم كده بيستمروا على حاجه غلط، والحاجه الغلط هي ما هياش ناقضه للزواج. لان في بعض الناس بيفتكر انه لما يرتكب المعاصي الزواج نفسه يبطل. لا، هو مش الزواج يبطل، هم بيرتكبوا حاجات غلط أكيد. اجتماعيا وحياتيا وشرعيا، لكن لا تبطل الزواج. لكنها لا تبطل الزواج. أظن واضح صحيح الكلام جدا. جدا. طيب في للأسف يعني في الفترة الأخيرة رأينا ظواهر غريبة جدا، بنشوف أنا آسف في اللفظ ما يسمى كل يوم والتاني عنتي للمحلة. لسه واحد ظاهر في الشرقية تقريبا أو حاجة كده من يومين، واحد على علاقة مع سيدات متزوجات وربما يكون أزواج هؤلاء السيدات ناس محترمين في مجتمعاتهم، مجتمعات ريفية خارج القاهرة، ولكن بيقمن هذه العلاقة مع هذا الرجل ويقوم بتصويرهن ونشرها، حتى من ينشرها حتى على الفيسبوك، وأصبحت مباحة لأن الكل يراها. ماذا على الزوج أن يفعل في هذا الموقف وقد يجن جنون ويقدم على قتلها؟ حضرتك بالأمس قلت أنه شرعا لا يجوز أن تقتل الزوجة أو الإبنة بدافع الدفاع عن الشرف العائلي. زمان ما كانش تتقتل، دلوقتي ما تتقتلش أبدا. زمان كنا لو قتلها هنقول له أنت مجرم. دلوقتي اللي بيتنشر على الفيسبوك ده ممكن يحصل فيه فوتوشوب. ممكن، ولذلك ما اقدرش اطلاقا ان انا ابني عليه اي حاجه، ده اسمها زباله الانترنت. ولكن لو تاكد، يعني في ناس تاكدت من خلي بالك تاكد دي لا مؤاخذه واحنا شايفينها بعينينا، الشعب فهمها بطريقه تانية خالص. ستات والرجاله، تأكد يعني سمعها من 5-6، تأكد يعني مثلا شمت فيه عطر أنساوي فتأكدت. لا، ما ده تأكد. التأكد في الشرع 4، يشوفوا حالة تلبس. الشرع علمنا كده يا مولانا. ده هو ما كانش موجود في المكان اللي هم كانوا فيه. أيوه. لكن شاف بعد كده الفيديوهات لمراته في الوضع ده. أيوه. هيجيب 4 منين؟ ده مصر كلها شافتها. مصر كلها شافت الحقيقة ولا شافت التزوير؟ قد يكون حقيقي وقد يكون تزوير، ومدام قد وقد يبقى ما ينفعنيش. لا. أنا كعالم دين أنا ماليش تدخل بالكلام. لا يؤخذ بهذه المقاطع إطلاقا نهائي البتة. ولكن واحد شاكك في زوجته، أنا بقول إيه؟ إن هذا ليس مصدرا للمعرفة. نعم. الانترنت ده هو بالفيسبوك بالتويتر باللي مش عارف يوتيوب، او نقطع فيه، ما هوش مصدر للمعرفه ولا مصدر للقضاء ولا مصدر للحق. ولكن واحد شاكك في مراته، نمره 2، واحده مراته قالت له ايوه انا عملت، وهكذا، خلاص يبقى لازم يطلقها ولازم يبتعد عنها ولازم كذا وكذا، زي ما احنا بنقول فتوى ابن خويزمنداد. طيب هو ما عملش كده وتغافل واستعبط، الزواج صحيح. صحيح، لأن الحرام صحيح. لا يقضي ولا يحرم الحلال. نعم. يبقى إذن إحنا بس واضحين أهو. نعم. إحنا بنقول إنه الإنترنت ده ليس مصدرا للمعرفة. الله يخليكم. نعم. لأنه إذا كان الإخوان المسلمين الجماعة الإرهابية بتقول على 30 يونيو اللي هي إحنا شفناها في الشوارع فوتوشوب من الفجر بتاعهم،
طب ودول ايه اللي مكنهم انهم يقولوا هذا الفجر انه فعلا ممكن تعمل فوتوشوب؟ وقالوا انه المخرج خالد سيف خالد يوسف قال هو اللي عملها. أيوة. شوف الفجر وجاب عدسات خاصة من امريكا عشان توسع يا سيدي. تكتر الناس كده وتكبرهم. امال اللي احنا شفناه في التحرير بعنينا ده ايه؟ تمام. امال اللي احنا شفناه طب بلاش الطيران. فايه اللي مكن الجماعة الارهابية انها تقول الـ 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 الحمق ده الهتر ده انه فعلا ممكن يحصل كده؟ كلامهم صدقوه في انجلترا لغاية ما بيحققوا معهم دلوقتي، صدقوه في كندا لغاية ما بيحققوا معهم دلوقتي، صدقوه في امريكا لغاية ما بيحققوا معهم دلوقتي، صدقوه في ليبيا لغاية ما بيحققوا معهم دلوقتي، لانهم كذابين. طيب كذابين بموجب ايه؟ بموجب ان هذا ليس مصدرا للمعرفة. واخد بالك؟ فاذا ولذلك احنا بندعو الناس بنقول لهم اهو انزلوا بكره عايزين 40 مليون زي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ما بيقول. ليه؟ اصله دكت في 30 نزلوا 30 يونيو نزل 30 مليون، عايزين بقى 40. هينزلوا يا مولانا عشان خاطر مصر، تاكيد دعوه حضرتك عشان مصر مش عشان حد من المرشحين. لا، لان مصر هي اللي محتاجه الناس دي تنزل. يقول اليمين، يقول الشمال، صحيح. يقول السيسي، يقول صباحي، يقول اللي هو عايزه، بس المهم ينزل. ولكن لازم ينزل. صحيح. ده انا بدعو مش اكتر، ده انا بدعو اكتر من كده. مش علشان السيسي وصباحي، ده انا بدعو لان هو ينزل، واذا كان مش عاجبه السيسي وصباحي يبطل صوته. يبطل صوته، بس هو ان هو يشارك، بس المهم ينزل. صحيح يا مولانا، صحيح. لانه دي حاجه مهمه جدا. معلش دخلت انا شمال في السياسه كده، لكن الحقيقه هي انه الانترنت ليس مصدرا للمعرفه. أشكر وليس مصدرا للحق. صحيح، ولا يقطع به لا قاضي ولا شيخ أبدا. يعني أبدا. اشكر فضلك على التوضيح، لان دي حقيقه نقطه لبس وبيحصل منها مشكلات اجتماعيه وعائليه كتير جدا. هستاذن حضراتكم، هنطلع لفاصل قصير، بس بنوه لحضراتكم على السؤال اللي احنا موجود على صفحتنا على الفيسبوك. هل تؤيد العفو عند اكتشاف الخيانه الزوجيه، نعم ام لا؟ احنا في انتظار اجابات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، على تويتر والاس ام اس، وكمان ان شاء الله هنتلقى اتصالاتكم الهاتفيه عشان فضيله الامام يتكرم ويتفضل ويرد على استفسارات حضراتكم بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، ونذكر بسؤال حلقتنا على الفيسبوك. هل تؤيد عند اكتشاف الخيانه الزوجيه، هل تؤيد العفو، نعم ام لا؟ هنستعرض بعض من اجابات حضراتكم. النور بتقول لا طبعا، لانها تصدر من لانها لا تصدر الا من انسان قذر ولا اخلاق له. سماح بتقول هو العفو من خصائص المولى عز وجل، ولكن تستمر الحياه فهو مطلوب، وما فيش انسان معصوم من الغلط. محمد طه، سؤال صعب لكن معذور من تقع في بيته هذه الجريمة أن يستطيع العفو من عدمه، لكن أهم شيء هو الستر، مصداقا لقول الله تعالى إن الله لا يحب الجهر بالسوء. محمد سمير بيقول أرى الانفصال هو الحل، فمن يرتكب الخيانة لا يقدر الآخر، ولكن صراحة تقبل الخيانة أو تقبل الخيانة عفوا مختلف ما بين المرأة والرجل. مولانا، يعني واضح ان في ناس بتقول ان ممكن وربنا بيحب الستر وممكن نستر، وحد بيقول ان في ما فيش حد ما بيغلطش، ما فيش حد معصوم، وفي راي اخر لا، يعني نفسيات قدرات. صحيح. نعم، قدرات ونفسيات وكذا الى اخره، وكل الحالات على فكره موجوده. نعم. في العالم يعني. نعم. نعم. موجود الرجل الذي يحب امراه لا تحبه، وموجود المرأة التي تحب الرجل الذي لا يحبها. صحيح. وموجود الاثنين اللي ما بيحبوش بعض. صحيح. ومستمرين، والاثنين اللي ما بيحبوش بعض ومنفصلين الطلاق، والاثنين اللي بيحبوا بعض ومستمرين، والاثنين اللي بيحبوا بعض وانفصلوا. كل الصور موجودة. وكثير من الحب ده والوجود ده موجود أيضا في أخبار الصحابة وفي السنة وكذا إلى آخره. كانت بريرة رضي الله تعالى عنها وهي من سادة الصحابة، وكانت خادمة لعائشة، وعائشة اشترتها، كانت عبدة فأعتقتها لخدمتها ليها لأنها كانت تحبها قوي. بريرة كانت متجوزة مغيث، هي عبدة ومغيث عبد،
ومخلفين لهم 7 ولا حاجة. بس بريرة ما بتحبش مغيث. فلما تحررت بريرة أصبحت حرة، والحرة يمكن أن تستمر مع العبد أو لا تستمر. فاختارت عدم الاستمرار. فكان مغيث يبكي بالدموع ويطوف خلفها في المدينة يتوسل إليها أنها ترجعه. يا الله. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت مغيثا كاد أن يهلك، تشفع له. سيد الخلق، سيد الخلق اللي ليه فضل على بريرة، واللي زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أعتقتها، فلها فضل عليها ولها كمان ملكة أو علقة الولاء وكل ده. فقال لها: ألا ترحمين مغيثا؟ إنه يحبك وإنه أبو أبنائك. نعم. نعم. قالت: أتأمرني أو شفاعة؟ ياه، دي زعلنا منه قوي. يعني سيدنا أول ما يلمح كده ده الواحد على طول يعمل طبعا، يعني يا سلام، واخد يعني بالك، تلميحة بس كده. أمي التانية تقول له إيه ده، معنى كده أن بريرة كانت زعلنا قوي من سيدنا مغيث. أتأمرني أم شفاعة؟ قال: بل شفاعة. نعم نعم، هغير الأحكام. صحيح. بل شفاعة. صحيح. قالت: إذن فلا. برضو برضو. ولم تعد بريرة لمغيث بالرغم من كل. فالحاجات دي موجودة طبعا. صحيح. دول كانوا طاهرين طبعا كذا. إنما نحن هنا بنركز على طبعاً. إنه الأصناف موجودة. الرجل الذي يحب امرأة، المرأة التي تحب. صحيح. الرجل، الاثنين اللي بيحبوا بعض، الكذا إلى آخره. ما دام في حب كده في البيت أبدا. نعم. ما يحصلش أي حاجة. فالناس مختلفة. عايز أنا أستدل بكده إنهم مختلفين. فاللي بيقول لك أعفو أمشي البيت، طب وأنا لا معفوش، أنا مش هقدر، أنا كذا. حضرتك حتى امبارح قلت إن في اعتبارات، ممكن يكون في أولاد، والأولاد دول ممكن يكون فيهم بنات، وقد يكون بنات كبار، ففي اعتبارات كتير. الراجل اللي بيقول لك لا أسيبها بس الستر. صحيح. وهكذا. صحيح. كله ده صحيح. لأنه ملك الله كده. ملك الله كده. ودي مصيبة. أصل الخيانة الزوجية دي مصيبة. طبعًا. دي داهية كبيرة نازلة من النوازل. بهيات زي ما إحنا قلنا برضو امبارح إنه بعض الأفلام استهانت بها. صحيح. لا، اوعى، دي مصيبة كبيرة من الكبائر، واوعى تقف معاها. أكيد. لا، دي مصيبة طبعا فعلا. لا نستهين بها ولا نروج لها اطلاقا يعني. نعم. أستاذ فضلتك، نتلقى اتصالات هاتفية من مشاهدين كرام منتظرين معنا منذ فترة. تفضل. استاذ عصمت. استاذ عصمت، انا اعتذر يا فندم. استاذ عصمت، تحياتي لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا جميعا بالخير إن شاء الله، وأسأل وأتمنى أن فضيلة الشيخ الجليل يتولى لنا جميعا بصفاء النفس. آمين يا رب. هو بصفاء النفس. آمين. وبعدين يدعينا بالتحديد أني أقدر على العفو. العفو ده من صفات الرحمن. صعب يا مولانا، صعب. ربنا يعين إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدور ويفتح علينا. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ عصمت. أستاذة هدى، تفضلي فن. أيوة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم، وعليكم السلام. عايز أعرف فضيلة المفتي إيه رأيه في الزوج المسلم بالزوجة، والزوجة عرفت إن هو بيخونها وشافتهم كتير قوي، بس هو ما شافهاش وهي ما قالتلوش. حفاظا على انه مش عايزه الشيخ رقب يقعد مطلقه. في حين هو رفع قضيه عليها انه ماشي علشان كان عايز يحط ايده على فلوسها وعلى كل ممتلكاتها، لانها انا الراجل المفروض اعرف انت عندك قد ايه فلوس وعندك قد ايه املاك، لازم اعرف. هو حط ايده على كل ما تملكيه، ما تقدريش تصرفي بالجنيه من فلوسك الا بامري وباذني. تمام. انا الراجل المفروض ان يبقى عندي الملكيه دي كلها. يا وافي يا ما وافقش، تعالى فلوسك تعملي لي تقديم شامل، بيع وشراء كل حاجه. في الحاله دي تقعدي، غير كده تلاقي عليك مش موافقه. طيب. عليك كده بره.
طب طب استاذه هدى حضرتك عايزه طيب انا 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 استاذه هدى استاذه هدى يعني راي الدين راي الشرع ايه؟ انا سايبان ربنا انا سايبان سبحان الله هو اعلم اعلم مين الصح ومين الغلط مين اللي بيشتري ومين اللي عايش. طيب استاذه هدى لو في سؤال تاني ارجوكي لان برضو في يعني متصلين افاضل يعني. طيب يا فندم حاضر. رغم ان انا شفته كتير قوي مع ستات ومع ناس ومع تحت امرك. حاضر يا فندم. تحت امرك يا فندم. شكرا جزيلا. استاذه مريم اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت بس عايزه اعرف راي فضيله الشيخ في الخيانه الاكثر انتشارا دلوقتي وهي مش الخيانه اللي هي لا تصل الى العلاقه الكامله يعني اللي هي الخيانه عن طريق التليفون او اللي بيسموها بالصداقه او المصاحبه والفيسبوك هي منتشره. ايوه والفيسبوك الحاجات المنتشره اكيد دي اول حاجه. تاني حاجه كنت عايزه برضو ان يعني ما نغفلش سبب رئيسي جدا في انتشار الخيانه الفتره ديت وهي الصحبه السوء. لان حاضر. دي الراجل والمراه. حاضر يا فندم. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايزه اسال فضيله الشيخ بعد اذنك على حاجه. اتفضلي يا فندم. انا متزوجه من 6 سنين من زوجي. اكتشفت مش عارفه هو بالنسبه لوجهه نظر فضيله الشيخ ان زواجه من ورايا لمده 2 سنين واكتشفت الموضوع ده بعد 2 سنين من او 3 سنين من جوازنا ان هو متزوج ومعاه ولد دي خيانه ولا مش خيانه؟ زواجه في حد ذاته خيانه ولا مش خيانه؟ مظبوط يا فندم. حاضر 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 يا فندم. استاذه منى السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انا بهنيكم على البرنامج وربنا يكرمكم يا رب. بارك الله فيك. عاوزه اقول بس جزئيه في حته الخيانه الزوجيه من الرجل وانا بعتقد ان هي من الاثنين. هو يا فندم ده مرض ملوش دعوه بتقصير اي منهم. تمام. خيانه المراه دي بشعه وملهاش وصف لكن انا بتكلم على خيانه الزوج. لما تبقى الزوجه مهتمه ببيتها واولادها وكل حاجه. تمام. واكتشفت بعد 30 سنه خياناته المتعدده او اكتشفت من الاول. تمام. سوري بس عشان طيب. ولادها كانوا صغيرين اضطرت تستنى ما يكبروا وبعد كده طلبت الانفصال رفض فسابت البيت. مش دي القضيه انا بتكلم على قضيه ان الخيانه مرض. اكيد. اشكرك يا فندم شكرا جزيلا. وده الحقيقه برضو مولانا كان اتكلم عنه ان ما بيبقاش في اي سبب او اي حاجه وانما في واحد او واحده هي عندها حاله مرضيه او حاله نفسيه حتى زي ما كان وصفها مولانا. طيب مولانا اتفضل. يعني الاستاذه هدى يعني مش عارفه ان جوزها بيخونها وما بلغتهوش وفي الاخر عايز يحط ايده على فلوسها. في مشكله بين الست هدى وبين زوجها وهي السؤال بتاعها اللي انا سمعته دلوقتي على قدر ما سمعت يعني انها بتقول انا عايز اعرف مين المفتري. انا ايتها المظلومه اللي زوجي ماشي عامل صداقات شفته اكتر من مره مع نساء ومطلقات وكذا الى اخره واللي راح رفع عليه قضيه علشان يعرف املاكي ودخلي وكذا. القضيه هي نمره واحد انه ذمة المرأة مستقلة ولا يجوز للرجل عند جماهير الفقهاء الشافعية والحنابلة والأحناف والأوزاعي والليث بن سعد وكده جماهير الفقهاء ليس له للرجل أن يتدخل ولا أن يبيع ولا أن يسأل حتى فيما أنفقت المرأة ملكها ولا ميراثها ده قد إيه. وده على خلاف كثير من الناس في عصرنا الحاضر. صحيح. يتدخل في ملكية المرأة وكمان في طريقة صرفها وكمان في عايز يتدخل في مواردها. لا الرجل بالشكل ده مخطئ مخالف لجماهير الفقهاء. فيا ست هدى المرأة لها ذمة مستقلة ولذلك هو مش هينجح لا عند القاضي ولا عند غيره إنه هو يرى هذا. وانت بتصفيه بصفات خلاص ما هو باين فيها الاطراف. الست مريم بتقول انها عايزه تضيف صحبه السوق. هو صحبه السوق دي احنا عملنا الحب والانتماء والثقه والاحترام. هي داخله تحت الاحترام. إذا أنا احترمت نفسي فلينظر أحدكم من يخال. أكيد. أكيد.
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. ده من احترام النفس. فأنا إذا كنت مش محترم نفسي فأنا بوسع دائرة صحبة السوء. وبتسأل هو المصاحبة دي مش خيانة؟ احنا قلنا طيب لا، دي المصاحبة مش خيانة، مش اسمها الخيانة اللي احنا بنتكلم عنها. أيوة دي. أيوة. وان كانت معصية وان كانت خطأ وان كانت ما يصحش اجتماعيا ودينيا وان كانت لا تؤدي على درجاتها يعني. المختلفة. لكن مش اسمها خيانة. بس ده التسمية بس. وكذلك ام محمد بتقول انا متجوزة من سنين عددة ست سنين وبعدين اكتشفت انه متجوز من سنتين وعنده ولد يعني متجوز قبليه بسنتين يعني ما فهمتش يعني. واخد بالك ازاي؟ وعنده ولد يعني. ده كذب وتدليس الله. امال انت دلوقتي بتكذب يعني، هو كذاب بس. لكن الزواج مش خيانه يا ام محمد. وانهي بقى لو كان متجوزها قبليكي يبقى خانها بانه اتجوزك، او لو كان متجوزك واتجوزها بعديها يبقى خانها. ما دام في زواج أمام المجتمع وأمام الله وأمام الدين يبقى خلاص. مش لكن ده كذب. لكن من حقها يا مولانا الطلاق أم محمد. إنها لم تعلم ولم تخير في هذا الزواج. مش القضية كده. القضية إنها هذه الحال من موجبات تقديم طلب التطليق أمام القاضي. صحيح. تاخد حقوقها وكذا إلى آخره. وإذا كانت لا تطيق الاستمرار وتوازن بين الاستمرار على هذه الحالة وأخرى. والأخت منى بتقول الخيانة مرض. هو في الحقيقة الحالة اللي هي وصفتها دي، ده الخيانة إدمان كمان. ده ممكن جدا أن احنا نصل إلى الإدمان. ربنا بيستر، ولما العبد بيصر فربنا بيصر قد لا يكون دي أول مرة. إدمان. صحيح. عندي سؤال أخير بقى على الفيسبوك. إحدى المتابعات بتقول المدرسة بتاعتها بتقول لها أن اللي بيتكلم إنجليزي بدون داعي هو منافق، فهل ذلك حديث شريف ومع ذلك المعلمة تتحدث الإنجليزية؟ وشكرا. غريب السؤال الحقيقة، بس المدرسة بتقول كده. لا يعني في بعض التوجهات من النابتة بيقولوا كده حاجات زي كده. واستدلوا عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال سناه بلغة الحبشة. يعني هو اتكلم أجنبي يعني. أيوة. كلمة أجنبي. وكلمة سكين كلمة حبشية أيضا. ما فيش مشكلة يعني. طيب سما بتقول حضرتك ممكن أعرف حكم خلع الحجاب؟ أنا محجبة من 5 سنين وغير ملتزمة فيه على الاسم اس برضو. لا التزمي. طب حكم خلع الحجاب إيه؟ هيبقى حرام. هيبقى كشف للعور. تمام. الفلوس اللي مديها للسايس صدقة، دي من لمياء على الاس ام اس. فلوس اللي مديها للسايس ممكن تكون من الصدقات بالنية إذا رأت إن ده مستحق. تمام. لأنه محتاج لهذه الفلوس تديها له بالنية. أشكر فضلتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.